Happy birthday, Mina. Yeah. Happy birthday, Mina. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Mina. Happy birthday to you. Happy birthday, Mina. Happy birthday, Mina. أنا هيدا بدي أنا هيفهموها لا بس لورا خالتي عم تروح النور على الاستوديو والاستوديو حلو كتير أتوست حلو كتير أتوستنا تشوفوا الجبال نحسن شو صغيرة علقتوا بالثلجات خبروني الأرز لا معلقنا معلقنا بس كان علقتوا إيش لكان أرز بشرة مش هيلفوا بقى بس نسيبه هني ما لقيوا طلعوكم غير نهار العاصفة يعني مش ست ساعات على الطريق انطمينا بالثلج نحن رحتوا ما تلجت انتلجت عنا كمان بغصة؟ ايه كيف هي الليدي؟ منيحة منيحة؟ تجنة سلم عليك وصل كثير سلم على كيف يعني ايه ما تشوف خروف يقبرني 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 أكيد تانيوس كان انبسط لو كان عنجد اشتقت لها شو مرحت وشين لحمه هنطلع لوريك كده دوما تيجي لا 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 ما تطلع ما تطلع القوة شودك القوة شودك فيه مش مات الماضي هيك اكيد هاي رفايل كيفك هلا رفايل عم يتلقف الشهرة انه ايه مبسوط اكيد اكيد وانتو كمان اول ما تظهروا رح تنبسطوا مثل ما رفايل هلا مبسوط عاد فكروا انه زعلان لانه اصلا رفايل عنده اكيد لا قاعدة جماهيرية كثير 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 كبيرة بس انا مش عارف انا مبسوطه كثير يعني طبعا اي حاجه ان شاء الله خير الحمد لله كانت فيها فيروزات وكذا طيب يلا باشا اكل انا مش هاكل صراحه يعني خلي الكنترول يخبركم شو اكل عنده تحت يلا عشان كده ماشي يا كنترول طب ايه حاجه طب دي لا دي بعدين اصلا هاكلها يعني لا هاكلها برضه دلوقتي اولا لا عم بمزح هيدا اذا حدا بحب ياكلها معي معلم لا عيب ما لا زعلان فيها ما انت هتموتنا ليه ما بسيبكم بالعين يعني سيب لي حته يا سمحت عشان ما نتخانقش مع بعض ماشي عشان ما نزعلش من بعض سموه انتم بتغني فيروز بتغني هيدي كمان سيئة عن جد انا شو بدك بعد لا وبعد حلو يعني كنت بتغني انا صار لازم اودعكم هلا تكمل معي انا روح فجر المسرح شباب وينسوها كلهم انا راح اغني يلا شو هي جميله كده ايه ده انت 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 عارف انت عارف انه انا ما بكون بالقاهره نروح بتحب ليها اشتغل بصل اشتغل بصل بس الغنية الحمد لله يعني بتطلع يعني في اشياء بتعملوها للغنية انه كول تون ورينج تون وبتصير يوتيوب مثلا بايبل على الفيوز وهيك ده المسموع على طول السيارات عرفت؟ يعني هول اللي بيطلعوا انه هول بيطلعوا مثلا نزل فيديو تبعها ايه نزل انت راضي؟ مثل ما كنت متوقع ولا اكثر ولا اقل؟ الفيديو كليب اكثر من ما كنت متوقع صراحه واو كان كثير حلو نقل المصري؟ شكرا يعني انتم كمان هلا يلا دوركم صورتها في القاهره ولا بقى لك اماكن؟ بالمنيل عارف المنيل؟ طبعا في قصر مهجور في المنيل كنت شوي احس انه في اشباح بالقصر بس بعدين لا مش الحال قصر كثير حلو استأجرناه بس خيّن المصريين عندهم مشكلة واحدة أنا مش عم بقدر أتعود فيها عليهم أنه بحبوا كتير السهر بيسهروا بالليل وبيناموا بالنهار وبيسهروا وأنا معود بهون بوسطة بنام ساعة 9 مثلا عشية مع الدجاج فهونيك انقلب نهاري يعني صرت نام وقتها هني يقوموا وقوموا وقتها هني يناموا بحب السهر أيضاً فتصوير الفيديو كليب كان من 7 عشية لل 7 الصبح ومينا كمان معاك يعني مينا مسهرك مسهرة مينا ما مينا بدها يقوم الساعة 11 10 ما بينام فليت بالبرايم أول مرة أول مرة طلعت وينام بالبرايم 7 أو 6 كنت قاشط حلو ده بقى لا هي ما أنا ما طلعت وينام من ورا صوتي
انه طلعت مش انه من وراء الغنى يعني طلعت نومينيه طلعت نومينيه انه ممكن بدون هيك يهزوني انه لانه يعني كنت ما عم بهتم بتذكر انه عملت ايفال غنيت لبناني قطعت سما مثلا وادي الصفا غنيت كثير منيح بس ما عملت مشهد ابدا مع انا وهايدي هيك انه فضلت اطلع خيو ما بلا ما مثلت يعني. ابدا ما مثلت ودي احلى حاجه يعني هو اللي بيطلع في الاول وبعدين بيطلع في الاخر هيدي هزتني يعني هو يعني بيبان ان هو فعلا اشتغل بقى اول كثير مهمه انا حسيتها مهمه يعني 13 14 يعني لو من اول نومينين انا ما كنت حسيت هيك بالسخن يعني شو هذا